سيادة العقيد محمد بن داري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، مساء الخير يا فندم. قول لنا ايه الاوضاع المرورية بقى على اهم المحاور الشوارع؟ احنا ضيوفنا نصهم مش عارف يجي، يعني الدنيا صعبة جدا، ايه اللي بيحصل؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. هو طبعا يعني سوء الاحوال الجوية مؤثر لحد كبير على الحركة المرورية داخل القاهرة. ابرز الاماكن اللي فيها كثافة مرورية، اعلى كوبري اكتوبر في الاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر يتجه لمناطق شمال القاهره اتجاه مناطق ميدان التحرير واتجاه مناطق وسط المدينه. يفضل تغيير المسار، هيبقى عندنا محور صلاح سالم القادم من مناطق مطار القاهره، يتم سلوك نفق الازهر اتجاه مناطق وسط المدينه للخروج مره اخرى اتجاه مناطق ميدان التحرير اتجاه حدود القاهره اتجاه محافظه الجيزه. عندنا في تجمعات مياه بالفعل على معظم المحاور الرئيسيه داخل القاهره، ابرز هذه التجمعات في جنوب القاهره عند منطقه ميدان السيده عائشه، عند مطلع كوبري مطلع ومنزل كوبري السيده عائشه، ايضا الملك صالح، منطقة الأباجية، منطقة تونسي اللي هي في شارع مجرى العيون. طبعا كل التجمعات دي مؤثرة بشكل بالغ على الحركة المرورية. أيضا محور طريق النصر عند منطقة ميدان الشهيد هشام بركات، منطقة تقاطع النصر مع شارع عباس العقاد، منطقة ميدان الحلمية، منطقة ميدان التجنيد، منطقة ميدان المحكمة، يعني معظم المحاور متأثرة بسوء الأحوال الجوية. طبعا بننصح، مش هتستعينوا بالمحليات عشان تنزل تكسح المايه دي زي ما بالفعل احنا غرفه عمليات الاداره العامه لمرور القاهره كتوجيهات السيد اللواء خالد عبد العال مساعد اول وزير القطاع من القاهره للسيد اللواء علاء متولي مدير الاداره العامه لمرور القاهره، بالتنسيق بسرعه التنسيق مع الجهات المعنيه، احنا مع غرفه عمليات المحافظه، وتم الدفع بالفعل بسيارات من الشفط المياه، وتم توجيهها للاماكن اللي هي بتشهد ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه. اتنسقنا ايضا مع اداره المرافق في مديريه امن القاهره للاستعانه بالخدمات المعاونه من عمال النظافه للاستعانه بهم في الاماكن اللي بيحصل فيها وصول سيارات الشفط. طبعا احنا ما زلنا متواجدين داخل المحاور الرئيسيه داخل القاهره مثل في الظروف السيئه ديت للعمل على تسهيل الحركه المروريه بقدر الامكان، وبننصح قيادة السيارات. طبعا احنا في مثل هذه الظروف بيتم إضاءة المؤشرات والمؤشرات الاتجاه الخاصة بالسيارة، إضاءة أنوار السيارة بالكامل. طبعا احنا بنسير بسرعة بتمكننا من السيطرة على السيارة، يبقى في مسافة آمنة بيننا وبين السيارة والأخرى. طبعا بنتجنب بقدر الإمكان الدخول في الأماكن اللي هي فيها منسوب المياه فيها مرتفع. بنتجنب أيضا إن احنا نغلق النوافذ الخاصة بالسيارة لعدم التأثير على الرؤية من داخل السيارة لخارج السيارة. واي حد ما عندوش اي مشوار ما ينزلش، يعني ما فيش داعي ما يكونش النزول الا في حاله الضروره القصوى. وطبعا اذا كانت في يعني امر ملح للنزول، انا متاكد طبعا ان في ميه في القربه الخاصه بالسياره لعمل مساحات بشكل جيد اثناء السير. نتمنى السلامة للجميع. سيادة العقيد محمد بن داري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، بشكرك، بتمنى السلامة للجميع. نخلي بالنا واحنا سايقين، يعني طب فين البلاعات مثلا؟ الصرف الصحي اخباره ايه؟ وده بقى سؤال، يعني زي ما كنا بنسأل في اسكندرية والبحيرة وحصل ايه، احنا هنا القاهرة والجيزة بيغرقوا، فعايزين نعرف يعني فين البلاعات. الدنيا وقفت، الشرايين يعني الله يكون في عون الناس في المرور، الدنيا وقفت، المترو وقف، القطر اتعطل، بعض الاجزاء المحور واقف، الدائري واقف، هو في ايه يا جماعه؟ يعني مفيش بلعات، مفيش صرف، مفيش استعدادات، امال احنا بنعمل الشوارع دي ليه؟ يعني حاجه احنا بنغرق في شبر ميه، اول ما جينا شويه ميه زياده عن الميه اللي احنا متوقعينها نغرق. وده بصراحة محتاج تحقيق، ان الشوارع دي اخبارها ايه؟ وبعدين فين عربيات الكسح؟ المحافظات دي ما بتنزلش ليه بسيارات كسح سريعة تلحق انها تكسح الماية وتشيل الماية علشان المرور يتحرك؟ ما هو طبعا ما يبقى في ماية غرقانة ومرتفعة المنسوب، العربية تمشي ازاي؟ تحس ان احنا عايشين في بلد عجيبة غريبة، يعني بتفاجأ بالمطر، ما هو ما الارصاد الجويه قايله بس فوجئنا بالمطر. ايه بقى؟ ايه تصرفنا؟ بننتظر الكوارث لما تحصل بقى نبقى نشوف ربنا يسهل، يبقى عندنا رد فعل.